اتعرف عليك. محمد حسام توفيق، طالب مدرسه ثانويه فنيه متقدمه 5 سنين في محافظه كفر الشيخ. يعني محمد حدثنا انت توصلت لصناعه جاكيت من الجلد، يعني من يرتديه يحميه من يعني بيعمل على عمليه تدفئه في فصل الشتاء وبروده في فصل الصيف، يعني ما هي الفكره نفسها؟ انا تمكنت من ابتكار جاكيت تكيف وتبريد يدفي في الشتاء ويكيف ويضع على التكيف الجو في الصيف، يديك جو لطيف. تمام؟ اه عايز الجاكيت يعني من غير استخدام غاز في اليوم، يعني انا بعمل على تدفئه وتبريد من غير استخدام غاز في اليوم، ودي اول من نوعه في العالم. تمام؟ بستخدم بطاريه. تمام؟ بستخدم منها جهاز لحد درجه الحراره عن طريق سنسور حساس بحيث درجه الحراره داخل الجسم للحد، بحيث ان المواطن يستطيع ان يظبط درجه الحراره اللازمه له سواء كان في الحر او في الشتاء. تمام؟ في الاماكن الحاره في الاماكن البروده يستطيع درجه الحراره لها عن طريق استخدام مروع فان. تمام؟ بس طبعا هي بتبقى الحجم اصغر من ده داخل الجاكيت. تمام؟ لتوزيع درجه الحراره، توزيع الهواء داخل الجاكيت بدرجه الحراره اللازمه عن طريق شرائح الكترونيه. تمام؟ الشريحه دي اللي بتعوضني التكييف والتبريد بغاز الفريون. تمام؟ الجاكيت ده معمول بره مصر بغاز فريون، تكلفته بارزه يعني بتكلف من 3000 ل 4000 جنيه تكييف وتبريد. انا الجاكيت تمكنت من الوصول اليه بعمل من غير ده.